نهتم بالأوقات، نهتم الآن عندنا أوقات فراغ، لابد أن نغتنم هذه الأوقات الفراغ، نغتنمها بالعبادة، لأننا خلقنا لنعبد الله سبحانه وتعالى. نعم، لا نضيع الأوقات، يعني لا نجعل الأوقات تمشي هكذا بدون ذكر لله، بدون صلاة، بدون علم، بدون دعوة. يعني لا تبقى هكذا بدون كلام، لا تقول استغفر الله، اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، تقوم تصلي، تقرأ قرآن، نعم، وأنت تمشي تستغفر، نعم، تمشي وترجع، دائما لسانك تجعله يتكلم بذكر الله، استغفر الله، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 언제 우리가 그런 시간이 안 올지도 모르니까 우리가 항상 언제 어디서나 들어갈 때나 일을 할 때나 심지어 하여튼 여러 가지 회식이 편안하게 취할 때도 항상 하나님을 염원하는 그런 마음 자세를 하나님께 회개하고 기도하는 그런 마음 자세를 가지는 그런 시간들을 많이 보내는 게 좋습니다.